أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين مشاهدين وكالة صدى الرياضة في كل مكان. نحن الآن متواجدون في مدينة المحبة، مدينة السلام، مدينة القامشلي، وتحديدا في سوق الأتراك، لنرى بعض الآراء حول ملعب فدنق والدوريات الذي تقام على أرضية هذا الملعب. لا تذهبوا بعيدا، أنا وإياكم وآراء محبين الرياضة. يعطيك العافية. الله يعافيك، مرحب. تعرفنا على اسمك؟ أنا الفنان جان ديركي من قامشلي. تشرفنا الفنان جان، أكيد اسم معروف. كابتن جان، أكيد متابع لملعب فدنق؟ طبعا عم تابع، وحضور جميل و ما شاء الله يعني راقية جدا جدا. طيب شلون شفت الملعب، بطولات الملعب، الحضور الجماهيري اللي عم يكون مميز بملعب فدنق؟ حدثنا ايش شفت بملعب فدنق، ايش يعني توجه كلمة لإدارة ملعب فدنق؟ ما شاء الله يعني اللعب كالملعب جميل كتير، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأتمنى هيك شيء مرة نكون ضيف عندكم. إذن أعزائنا مشاهدين متابعين وكالة صدى الرياضة، ألتقي بأحد الشخصيات الرياضية المحبوبة، أكيد غني عن التعريف، الكابتن حسين عثمان مدير نادي الجهاد، وأيضا والد اللاعب المميز محمد عثمان لاعب منتخب شباب سوريا، للحديث عن ملعب فدنق والبطولات اللي تقام على أرضية هذا الملعب. كابتن حسين يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بالبداية نرحب بالكابتن فرحان وشباب صدى الرياضة فدنق. أكيد ملعب فدنق ملعب يسمى بملعب الشعب، هو فعلا ملعب يستقطب كافة الرياضيين ومن كافة المكونات. كل فترة عم تصير بطولة، بطولة أجمل من البطولة، ولكن الرجاء من إدارة ملعب فدنق إيجاد حل لمسألة الحضور الجماهيري، لأن الحضور الجماهيري حضور يعني كثيف. يكون لو يكون في مدرجات يعني عسى وعلا حتى يرتاح اللاعب بالملعب، لأنه صح. في والحكام نفس العملية، نفس الشيء ما عم ياخذوا راحتهم بالملعب، طبعا من محبة الجماهير. واللاعب كمان ما بيرتاح إذا ما في جمهور، وما بيرتاح إذا الجمهور يكون قريب كتير على الملعب. هاي النقطة الوحيدة اللي حبيت أطلبها، هو الرجاء طبعا من إدارة فدنق، والإدارة ما بتقصر، بترحب بالرياضيين، بتقوم بكل شيء يريح اللاعب ويريح الجماهير. وأنا واحد من الناس أبارك هذا الملعب وجهودها بإقامة هالبطولات. النقطة الوحيدة هي مسألة الحضور الجماهيري، بطولاتها دائما مميزة، عدد الفرق، مستوى الفرق، وجود لاعبين لهم اسم لهم صدى، وخاصة بوجود الكابتن فرحان وبوجود التعليق بيعطي صدى أحلى، خاصة أنه هو صدى الرياضة. نعم. كابتن حسين، كلمة أخيرة توجهها لجماهير قرقلقي، جماهير معبدة، لإدارة فدنق، للإعلاميين، كلمة أخيرة. طبعا النقاط الثلاثة أو الشغلات الثلاثة اللي طلبتها، الثلاثة غنيين عن التعريف، إدارة فدنق وجماهير قرقلقي، ناس يعني بيحبوا الضيف، يكرموا الضيف، أوجه لهم كل التحية، وأنا دائما أتمنى أنه أحضر المباريات هنيك لأنه شيء بيريح النفس. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. تعرفنا على اسمك. صبحي شرباتي. كابتن صبحي، متابع لملعب فدنق؟ شلون؟ كيف شفت الحضور الجماهيري؟ كيف شفت الإيجابيات والسلبيات ملعب فدنق؟ والله سلبيات، سلبيات يعني قليلة جدا، بس إيجابيات كتير كويسة، يعني تحس حالك فعلا في عنا ملاعب، عنا رياضة، شوي يعني في مثل ما اقول، ما نقول اجواء اوروبيه، بس في اجواء يعني احسن من ملاعب، احسن من الانديه السوريه يعني صاير هون، يعني كانه يعني تحس حالك فعلا في رياضه، في رياضه، في 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 رياضه، في كويس يعني، يعني يعني تحس، يعني تحس تروح في مثل ما اقول لك في اليوم لعبه بين في دوري، لعبه الدوري اليوم بين التصدي وعنتريه، تحب تروح تتابع تتفرج صح. يعني في في كويس يعني. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. تعرفنا على اسمك. علاء القيرط. كابتن علاء، متابع أنت لملعب فدنق؟ إيه أكيد.
كيف شفت المستويات؟ كيف شفت تنظيم البطولات؟ كيف تقيم ملعب فدنقي بشكل عام من إدارة ومن إعلاميين؟ أول شيء الإعلاميين أشكرهم، وملعب فعلا مميز وكويس ولعيبة كويسين، شيء مميز يعني، وأنا من المتابعين. كيف شفت مستوى البطولات من خلال تنظيم للنجلة لتنظيم هذه البطولة؟ كيف شفت مستويات يعني خاصة عم نشوف فرق كثيرة من القامشلي عم تشارك ملعب فدنك؟ لأنه الأفضل هنيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا على اسمك؟ محمود صبحي. كابتن محمود متابع لملعب فدنك؟ أي متابع. طيب كابتن محمود، حدثنا شوي عن ملعب فدنك، عن الدوريات اللي عم تقام على أرضية هذا الملعب، عن الحضور الجماهيري، عن الكادر الإعلامي بشكل عام. هلا الحضور الجماهيري أنا لاحظت إنه يعني بالنسبة للدوري السوري كان الحضور الجماهيري أكثر. نعم بكتير يعني، والتعليق كتير رائع وعجبني، يعني شخص بيعرف إنه أي لاعب اسمه مواصفاته بشكل عام، والفريق قدماء رميلان، واحد منهم أخي يعني، والشباب رفقاتي كلها برميلان. نعم. وأنتوا كمان كتر الله خيركم، يعطيكم ألف عافية كقناة فدنك، يعني كادر فعلا رائع يعني، يعطيكم ألف عافية وبتشكركم. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا على اسمك؟ قصي. كابتن قصي أكيد رياضي ومتابع لملعب فدنك. متابع لملعب فدنك؟ ما شاء الله كتير كويس الملعب. نعم. هذا طيب، حدثنا عن ملعب فدنك، كيف شفت ملعب فدنك؟ الحضور الجماهيري كيف شفته؟ إدارة ملعب فدنك كيف شفتها؟ وكالة صدى الرياضة شلون شفت الشغل فيها؟ الشغل فيها كتير ممتاز، وكتير اللاعبين الجماهير كلهم كويسين وما في أي شيء. طيب، كلمة توجهها لإدارة ملعب فدنك أو لجماهير قرقالقي من مدينة المحبة طبعا، مدينة القامشلي؟ يعطيكم العافية على هيك تقدير وهيك شغلات، مثلا الملعب على اللعب تبعه كتير، ملعب كتير كويس هذا. نعم. يعطيك العافية قصي. قصي أنت تلعب كرة قدم؟ بلعب. إن شاء الله أتمنى لك دائما التوفيق، وإن شاء الله نشوفك دائما بأعلى المستويات. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معي أيضا أحد الجماهير المتابعة لوكالة صدى الرياضة وأيضا لملعب فدنك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف على اسمك؟ الاسم محمود إبراهيم. كابتن محمود أكيد متابع لملعب فدنك؟ بالتأكيد، من كل ده دائما متابع ملعب فدنك. من خيرة الملاعب ملعب فدنك، من خيرة الملاعب الموجودة في المنطقة هون، ونتمنى لهم التوفيق. ملعب فدنك والفرق التي المشاركة كلها كويسة وقوية وممتازة ما شاء الله عليها، وتعليق ممتاز، تعليق بالنسبة للتعليق ممتاز جدا جدا، ونتمنى التطور أكثر وأكثر إن شاء الله. طيب. كابتن محمود، كلمة أخيرة توجهها لإدارة ملعب فدنك، طلباتك من وكالة صدى الرياضة إيش بدك إيجابية تكون لهاي الصفحة أو للملعب أو لتنظيم البطولات بشكل عام؟ والله بالنسبة لتنظيم، التنظيم ممتاز لا غبار، نطلب أنه توسيع الملعب، يكون مثلا من سداسيات يكون ملعب مثلا ملعب نظامي. نعم أعزائنا مشاهدين وكالة صدى الرياضة في كل مكان، مرة أخرى ألتقي بأحد الشخصيات أيضا المحبوبة، وأحد الشخصيات الذي دائما داعمة لجميع الأندية إن كانت شعبية ولا إن كانت نظامية، من قبل الكابتن أبو هوجر. كابتن أبو هوجر يعطيك العافية. الله يعافيك. كابتن أبو هوجر، حدثنا عن ملعب فدنك، أنت أيضا أحد الأشخاص اللي كنت داعم وراعي دائما للبطولات اللي تقام على أرضية هذا الملعب، حدثنا بشكل عام عن ملعب فدنك، عن البطولات اللي تقام على أرضية هذا الملعب. دسبيكيدا سلافوريز بخيراتنا إعلامية فدنككم، وسلافي مش إدارة فدنك رهنا، الجمهوري قركي لقي طيبتي براستي. تشتكي ازبيج مراسي بركي ابدي سي سلام تين في ملعب مسافته 8 كيلومتر قامشلو، امتينا ملعب فدنك براستي ملعبك حضاريا، تشتكي نو فاشن سلام مديت المنطقه دا بطيبتي قركيلقي ملعب الورشي بنا من براستي، تشتي قولهم بالكيش از حضوره ومباريات هناك الويدري هاتما چند دوريا دوريج مدرباز جنبونا ام تمجد خزمدار رياضة دنا براسي تخوازمولو شيرتة قيلوانا كي بكم وافهيفي كما يجي و جبونا مسألة جمهور براسي جمهور كي ج منطقة ساخت ج ديرگي تج گرگيلي جيش قامشلو ج منطقة ج فرايا قلقي تم دوريا واجي ناجح براسي حتى نهاكي چند دوريا محاضر بونا، ويا مهم دوري بسلامتي بقيت هالي لجناق وسر دوري جتسكني سباسي ملوا جوارة هانا قلقي
تشتيقوا أم تخازن ومدي تيلور أم تخازن مدرجات ناشخورة شي بكن برقو جمهور زحفتي أو جمهور جي وقت يقولوا مدرجاتنا بسيطة بن جلس تقفانا وش تاقمية تحكيمي واللجنة منظمة هندوري ملعبت هنا ده بزحف باش بي وبيترجي صدى بسطيني براسي تشتكي متميزة في شن صالام درباس بن بتنوي دم حازرد بن وبراستي جي الدجارة شرفك مظنة جمرة جي براستي و أفضل صالة جي أستيمك كرماندين كشخصي كرياضي جقبلي إدارة نادية فدا ملعبة فدنك و زقلق سباسيا واتكم جهرز واحترامنا براسي جي دورية وانا متعكت ده بالأخص تعليقة واناكي كابتن فرحان الأسمر إعلامي واناكي وقال لك خورتي دي تريجي إعلامي أنا أم وانا أسكن تغطيتكم براسي صدا كدسيني نسر مستوى روجافا وباكوري سوري سر مستوى عالم هركز حتى بأوروبا جي عالم متابعة دورياتي وانا كيت كيف راستي اف تشتيقو متقوت اف وانت في مكر ازقلقي كيف خوش بوم. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. عرفنا على اسمك. احمد رمو. استاذ احمد اكيد متابع لملعب فدنق لبطولات ملعب فدنق، كيف شفت التجهيزات لملعب فدنق؟ كيف شفت البطولات اللي عم تقام على ارضية هذا الملعب؟ أول شيء يعطيكم العافية على اللقاء، وبالفعل كان أستاذ فرحان صدفي. الله يسلمك أستاذ. طبعا ملعب فدنق ملعب أخذ شهرته، ولو أنه الفترة قصيرة جدا بس أخذ شهرته، ونحن حتى يعني شوي بعيد عن قامشلي بس نحن عم نتابعه على المواقع التواصل الاجتماعي خاصة صدى الرياضة عم نشوفه. يعني هو عن جد شيء حضاري، عمل نشاط كثير واسع وكبير بهذيك المناطق، وحتى في كثير فرق من عن قامشلي عم يروح لهذيك المناطق طبعا منشأة حضارية، ونتمنى له المشرفين التوفيق إن شاء الله. نعم. أستاذ أحمد، شو السلبيات اللي شفتها بالملعب؟ الإيجابيات اللي شفتها بالملعب من إدارة ولا من إعلام بشكل عام يعني؟ والله أي عمل ما دام في عمل في سلبيات في إيجابيات. نعم. طبعا الإيجابيات الحضور الجماهيري، أنا دائما يعجبني حضور جماهيري كبير، نعم، وخاصة عم يكون مميز. أبدا يكون مميز حضور جماهيري، وخاصة بالمباريات اللي تكون فيها يعني مباراة قوية جدا. نعم. فتلاقي الملعب يكون مليان على خير رغم أنه ما في مكان للجماهير، بس هني الجماهير متواجدين. نعم. السلبيات يعني هيك ملاعب صراحة يعني أنا في تنظيم بس نتمنى يكون تنظيم أكثر من ناحية في مرات عم يكون في تداخل بالملعب، عم يعرقلوا، عم يكون من كثر الجماهير اللي عم طبعاً طبعاً الحكام ما عم ياخذوا راحتهم، حتى التعليق الرياضي فهمت شلون. ولكن بشكل عام يعني السلبيات تكون قليلة حسب الجماهير المتواجدة وحسب الموجودين عالم، السلبيات أقل من الإيجابيات. نعم. أستاذ أحمد، كلمة توجهها لإدارة ملعب فدنق، كلمة أنه تحب أنه يكون ملعب فدنق مشتهر بنقطة محددة يعني. والله هو أول شيء يعطيه ألف عافية، نتمنى الاستمرارية بالعمل، ونتمنى أنه النشاطات يكتر، خاصة يعني هلأ يعني مقدمين على فهر الشهر الربيع، وشهر الربيع النشاطات يعني تعرف جميل جدا. نعم. ففي مجال حتى ناس يكونوا أماكن بعيدة كمان يتواجدوا هناك، الظروف الجوية صارت يعني ما في عرقلة أبدا، يعني بإمكانه يتواجدوا، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. إذن أعزائنا مشاهدين وكالة صدى الرياضة في كل مكان، في طريقنا إلى النهاية ألتقي بأحد رموز نادي الجزيرة في العهد السابق في الأيام الزمن الجميل. معي الآن الكابتن الكبير والنجم الرياضي هوزان حسن. هوزان يعطيك العافية. الله يعافيك. كابتن هوزان، كنت لاعب نادي الجهاد سابقا، الان انت اكيد متابع لملعب فدنق لبطولات فدنق، كيف شفت بطوله فدنق؟ كيف شفت الحضور الجماهيري المميز؟ يعني اكثر الاراء تحدثت عن الحضور الجماهيري، ذكروا بان الحضور الجماهيري عم يكون اكثر من الحضور بالدوري السوري. والله يعني كذا مره رحنا على الملعب فدنق وحضرت مباريات وشفت انه في طعم الرياضه بملعب فدنق، يعني حسيت انه ملعب نادي جهاد هيك جماهير وهيك بيحبوا الرياضه، بيخلينا هيك نتذكر بايام ايام الخوالي. طيب كابتن هوزان، كلمه اخيره توجهها لاداره ملعب فدنق لجماهير قرقيله قيله، هاي الجماهير بشكل عام. والله أتوجه لهم تحية وعلى جهودهم هيك المميز،
كثير راقي ويعني يخلوا انه الواحد يتمتع بالرياضه، فهمت علي؟ توجه لهم تحيه وجماهير الاليان بشكل عام، يعني كلهم رياضيين وبعرفهم يعني منيح. ايه بتوجه لهم تحيه وبدي يعني يكون القامشلي كمان نفس الملعب في دنك بروح رياضيه هيك، وفي في هيك نكهه بالدوري عندهم، وفي يعني عندنا بالقامشلي يعني ما في هيك اهتمام زياده مثل. ايه يعطيك العافيه كابتن هزات، من لك دائما التوفيق والنجاح دائما. سلامات سلامات، هلا بالغالي. إذن أعزائنا مشاهدين وكالة صدى الرياضة في كل مكان، ألتقي بأحد اللاعبات المتميزات صاحبة أجمل هدف حتى هذه اللحظة في بطولة ناشئات بإقليم الجزيرة. أتعرف أكثر على اللاعبة المتميزة الكابتن لوجين، يعطيك العافية. الله يعافيك كابتن لوجين، ما شاء الله مستويات رائعة، نتائج إيجابية عم يحققها ناشئات فدنك، طموحك مع فريق فدنك؟ از دوم کو فریقی مدت دو دوری دا پیش که وی یعنی هر تیم کابنی ما مدت دربینن از دوم دو دوری دا ام بسرب که وی. کابتن لوجین، کلمه آخره توجیه ل جماهیر فدنگ اللي عمی تواجد عم دائما عمی آزر هذا الفريق، و کلمه توجیه ل اداره فدنگ. از دوم جمهور اللي هیچی عمبي امی اكيد پیش که وین بلا متابعینن. معي احد اللاعبات المتميزات، لاعبات ناشئات و فدنگ، الذي تألقت وأمتعت جمهور فدنق مع ناشئات فدنق، الآن هي نجمة نادي فدنق برصيد 4 أهداف. دعوني الآن أعرفكم على النجمة الساطعة والقادمة بقوة إلى الساحة السورية. نتعرف على اسمك. نسرين جو. كابتن نسرين، أنت أحد نجمات ناشئات فدنق، عم تتابعي ملعب فدنق؟ البطولات اللي عم تصير بملعب فدنك؟ اي طبعا عم تابع كل المباريات، وفي تطور كثير كبير، وفي مستويات كثير عالية من كل فرق، من سيدات وفريقنا كمان صاير افضل بكثير. كابتن نسرين، طموحك مع ناشئات فدنك؟ اي والله طموحي متوازن بسبب كبه ومستواهم هي بيهتر مظنبي وبملعبك مظن. أكثر الفرق اللي شفتي لعب مميز اللي شدوكي للإعجاب بالفرق اللي مشاركة ملعب فدنك بالدوريات ملعب فدنك؟ والله فريق حمو قوينا، بس كيفام قلقش فريق ياسا يشرتي. يعطيك العافية. الله يعافيك كابتن.